واحد السيدة كانت مزوجة بواحد السيد، وللأسف دار فايت. هو من الطبقة البرجوازية، هاد الناس ديال الطبقة البرجوازية واخا كيولي عندهم إفلاس، ما بقاش عندهم فلوس، كيبقاو متشبشين بالطبقة البرجوازية، يعني كيبقاو برجوازيين، ما كيقدروش أنهم يهبطوا يعيشوا فقراء. والعكس صحيح، كاين اللي فقير ولكن إلا واخا نعم عليه الله بالفلوس بزاف، كيبقى فقير في المونطاليتي ديالو، في الشكل ديالو، في كل شيء، واخا تكون عنده الكونت بانكير كبير، فيه صوم كبيره. المهم هاد السيد هذا تزوج بهاد السيده هادي، وملي جاه افلاس ما دخلاتش عليه بالخير، وجاه افلاس ما نعرف ولا ما نعرف، هو كانت عنده واحد، كانت عنده واحد النخبه ديال صحابو، كانوا عنده واحد ربعه ديال صحابو. هاد صحابو هادو حتى هما لاباس عليهم، واخا هو ما بقاش لاباس عليه، ولكن بقى مع دوك صحابو. هذوك صحابو ديما كانوا كيجيو عنده للدار. من بعد فاش دار افلاسو وحجزوا لي على الفيلا ديالو، مشى كرا غير واحد البارطمان صغيره مشى ليها، وبقاو هذوك صحابو هو كيمشي لعندهم وهما كيجيو لعندو، بقات هذيك العلاقه بيناتهم، ما تحيدش ديك العلاقه بقات. هاد السيد هذا كان مزوج بواحد المراه زوينه بزاف، وما كانش والد معاه الولاد. فاش داز ديك عامين ديال الزواج ديالو هو وياها، وهي بحال قلتي بدات كتشوف داك الخير ديال اللي عايشين فيه صحابو، وبدات كتشوف عياله صحابو كيفاش دايرين، عنده عياله هذوك ربعه صحابو اللي هما كي معاه ديما، جوج مجوجين وجوج غير كيتصاحبوا. يعني مثلا فاش كيبغيو يتلاقاو هذوك الجوج اللي غير مصاحبين كيجيبوا صحاباتهم، كيقول لي هذه راه لامي ديالي عادي، ولا كيف ما تيقول، المهم كل واحد كيفاش كيقول ليها صاحبتي، وزعما عادي هما داكشي عايشين زعما في شكل. المهم واحد شويه وهي بدات كتشوف انه واحد في صحابو داك اللي مزوج كيشوف فيها، وهي طيح معاه، وهي تصاحب معاه، صاحبت معاه بدا كيتهلا فيها مزيان، وهي ملي بدا كيتهلا فيها ما بغاتش تبين هذاك الخير اللي بيبدا يبان عليها، ما بغاتش تبينه لراجلها. وهي تبدا تقول لي شوف انا يشري لي غير الذهب، ما تعطينيش الفلوس، لانه غادي يقول لي منين جاتك ولا شي حاجه. واحد شويه هو بدا كيوريها، قال لها ديري واحد الكونت بانكير وبقاي تحطي فيه الفلوس ديالك اللي كنعطيك، سميتو بالنسبه للذهب خبي ولا شي حاجه. هذاك الشيء نيت فعلا اللي بقات كتدير، بقى كيعطي الفلوس كتحطها في لابونك، وبقى تيعطيها يشري لها الذهب فقط، ما كيعطيهاش لي كادو نهائيا، لانه لي كادو الحوايج غادي يبانو في الدار، ما غاديش راجلها غادي يعيق. صافي بقات معاه واحد 6 شهور، من بعد هذاك صاحبهم تفرق معاها، ما عرفش كيفاش تفرق معاها، وناضت واحد صاحبهم الاخر مات ليه مراتو. منين مات ليه مراتو هي اللي تقربت منه، ماشي بحال الاخر هو اللي كان تقرب منه، هذا هي اللي تقربت منه، بقات كتقرب منه. قالت على اساس ربما انه مثلا يتزوج بيا ونطلق من هذا، وفعلا تقربت منه، طاحت معاه وتصاحبت معاه، ولكن هو ما بغاش يتزوج بيها، ودازت غير واحد الوقيته وتفرقات معاه. وهي تمشي للثالث اللي غير مصاحب، صاحبات معاه، هذاك تشد ليها بسهوله، بقات مصاحبه معاه، طولات معاه الصحبه، وكان مهلي فيها حتى هو. تخيل لدرجه انه حملات منه، وهي تجي لعند راجلها وهي تقول لي انا حامله، هو يقول لها راجله شوفي انا راني عاقر ما تنولدش، باش نكونوا فاهمين، انا راني عاقر ما تنولدش، انه ديجا كان وقع لي واحد المشكل قبل ما نتزوج بيك، وانا عاقر ما كنولدش، واخا تغني عليا بالشلحه وهكين وهكين وهكين، عطاها لي جيستيفيكاسيون ديال انه ما تيولدش لي بروف الوراق وهذا، حيت هو كان دار شي اوبيراسيون. المهم وبدون صدمه او لا حتى شي حاجه، هادشي علاش قلت لكم هاد القصه، تخيلوا معايا انها قالت لي شوف انا غادي نجيك من الاخر، نجيك صراحه انا راني غلط، وراه الانسان كيغلط، وراه الشيطان كيدخل وكذا، انا راني
درت علاقه مع صاحبك فلان، ماشي قالت لي فلان وفلان وفلان، قالت لي فلان راه كان شدني واحد النهار ما كنتيش كذا هذا هذا، وراه سميتو وراه غادي نكون حملت منه، راه حملت منه. وهو ما كانش عنده حتى شي رياكسيون اللي خايبه. قال ليها ايوا الا بغيتي دابا انا ندعيكم غادي تكون عند غادي تدخلوا في خيانه، غادي تدخلي معاه في خيانه زوجيه، وفي نفس الوقت هو هذاك راه ولده خاصو يتهلا فيه. قال ليها عيط عليه، عيطت عليه قالت لي جي لابارتمون راه ما كاينش راجلي. جا لابارتمون اللي كاريين فيها بجوج وما يتفاهموا، تخيل معايا وما يتفاهموا. قال لي شوف راه المراه حامله منك كذا كذا، عطيوني المبلغ فلان فلاني انا غادي نطلقها وتزوج بيها، خذها الله يسهل عليكم. وهاد السيد هذا اللي كان مصاحب مع هاد المراه هادي كان كيحماق عليها، حيت هو طول معاها بزاف كان كيحماق عليها. تخيلوا معايا انه فعلا تزوج بها، وهذاك طلقها وهذاك تزوج بها ورباو هذاك الولد. هذاك شد الفلوس لانه بحال قلتي قال انه باغي غير الفلوس، عارف راسو ما غاديش يكون عنده الولاد، وهو ما خدم ما والو، ما بحال قلتي هو برجوازي متعفن، بقى هكاك ما درش ما راجلش ما فيهش النفس، بقى بحال هكاك. وخذ الفلوس اللي غادي يقدر يدير طاني بها واحد المده، وطلق المرأة تفك منها وخلاهم. وهذيك المراه مشات عاشت مع هذاك الراجل، وهو اول حاجه دارها هو انه هذاك السيد عطاه واحد البلاصه يسكن فيها، يعني بحال هيبه وهبها لي، ماشي كتبها لي ولكن وهبها لي، قال لها انت بعدا المهم انا غادي تفك غير من داك الكرا اجي تسكن بعدا في هاد الدار هادي. هو يمشي هو يسكن في ديك الدار. ودابا تخيلوا معايا شكون اللي عاود لي هاد القصه، دابا غتقولوا واش كتخربق، شكون اللي عاود لي هاد القصه؟ هاد السيد هذا اللي كتخونو مراته هو اللي عاود لي هاد القصه هادي. وانا نقول ليه وباش عرفتيها انه كانت مع الاولاني ومع الثاني؟ ملي تزوجات بهاد صاحبو هذا، هادوك صحابو الاخرين قالوا ليه راه كانت معانا، راه ما بغيناش نقولوها لك، هذيك راه هي الكلبه، هذيك راه كذا كذا، راه كانت معانا. الاخر حتى هو قال لي انا راه كانت معايا، وهذاك الاخر مع داك الاخر قالوها لبعضياتهم، كانوا ديجا قايلين لبعضياتهم، قال لي راه كانت معايا يعني هضرين فوق من راسها. وعرف انه ملي كان مزوج بها كانت مع هذاك وكانت مع هذاك وكانت مع هذاك. تخيلوا معايا هاد المرض هذا،